اليوم جينا على مخيمات كفر دريان لنشارك أهلنا يلي عايشين هاي الظروف القاسية ولو بشوية إحساس خلال دقائق. نحن يمكن نعيش هذا بهاي الطين وبهالبرد دقائق ومنشوفها كتير صعبة، فكيف حال أهلنا يلي عايشين شهور بهاي الخيام يلي لا تمنع لا حر الصيف ولا برد الشتاء؟ إن شاء الله يكون تنظر الأمم المتحدة وينظر العالم كله لهذا الحال، وإن شاء الله يوضع حد لهذه المأساة. نحن بالمخيم هو من تقريبا من اسبوعين العاصفه هاي اجت علينا، الخيم عم تنشي علينا مي ورطوبه وضرر، يعني بتضر الاطفال، بس الرطوبه يعني هي بشكل عام بتضر الاطفال. وفوق هذا الشيء يعني الحمد لله اجانا كورونا، اهلي يعني اخوي واختي وامي صابوا مرض كورونا، وكمان حجرتهم بنفس هاي الخيمه، يعني بنفس الخيم. نحن عندنا خيمتين ثلاث خيم، حجرتهم بالخيمه. أغراضنا كلهم بالخيمة طافوا، والمونة كلها طافت، جينا نجيبين ما قدرنا نجيبين لأن المي واقفة هيك، وكنت أنا أدرس والكتب كله فاش ما بقدر أدرس. البرد إجباري بده يفوت، والصقيع بتنبع من الأرض. ليش؟ لأنه الأرض بعد على التراب العادي، عرفت شلون؟ نحن واقعين بين نارين، هو برد وشتاء وبنفس الوقت كورونا، يعني انت واقع بين نارين، يعني لا غدران تنحجر عشان الكورونا وما غدران انك تقوي حالك من البرد او تدفي حالك، يعني هاي الصوبية ما بتقيمك عن البرد. والله هون يعني وضعنا صعب كتير بخص بالشتاء، يعني مرق علينا هذا الاسبوع كل شتاء خوف بخوف والله، يعني وين من نتخبى بالشتاء، وين نتخبى بالكورونا، يعني في امراض كورونا هون، يعني وخيمه ما تعزل، وعندنا طوفان صار كثير، يعني ما ضلنا مساء كثير بهالمخيم. نطلب من رب العالمين الفرج ومن فاعلين الخير انه يساعدونا بهالمخيمين، يعني وضعنا صعب. اتمنى تطلع شمس كثير وتنشف هالارض ونكملين نشتاقوا بخيمه احسن كثير.